فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الشركات تحدد أجرة معينة للعامل على عمله كعشر ريالات مثلا، فإذا طلب العامل أكثر من ذلك، طلبها مني ولم أعطه، فهل علي شيء؟ إيش؟ هناك بعض الشركات تحدد أجرة معينة للعامل على عمله كعشر ريالات، فإذا طلب العامل أكثر من ذلك، طلبها مني فلم أعطه، فهل علي شيء؟ طلبها منك أنت من الشركة، أنت عضو في الشركة ولا خارج الشركة؟ ما له إلا هو راض بهذا، هو يوم يدخل عند الشركة راض بهذا الراتب، ما أحد أجبره، راض بهذا الراتب، أليس له غيره؟ نعم.